طب التكنولوجيا حضرتك بتقول انه اتساع المساحه اللي القراء بيوصلوا بيها الاعمال الابداعيه دي ازاحت في النقد شويه، ده عامل ايه تاني؟ طبعا في يعني حاجات اخرى مرتبطه ب غياب المساحات الكافيه اللي بتهتم بالنقد في وسائل اعلام مختلفه. يعني حضرتك يعني ممكن هنا بتهتم بالابداع، وممكن في عدد من القنوات يبقى في اهتمامات، لكن هي ممكن تبقى مش كفايه بالنسبه لحركه الابداع الادبي الواسعه والمتغيره باستمرار. لما حضرتك بتكتب دراسه عن عمل ابداعي بتلاقي صعوبه في نشرها ولا المسألة؟ بالنسبة لنا بصراحة يعني ما فيش صعوبة قوي. لا انا بتكلم مع ناقد كبير، لكن اقصد نقاد اخرين ممكن يلاقوا صعوبة. في صعوبة وانا ممكن اواجه صعوبة برضو. يعني فيما يخص التوقيت، يعني في يعني ممكن تبقى مقالة مثلا تاخد وقت لغاية ما تتنشر، لكن مش في كل الاماكن، في يعني اماكن بترحب بسرعة. لكن بشكل عام حجم المجلات اللي هي ممكن تهتم بالجوانب النقدية في مصر وفي الوطن العربي هي أقل، بتظل دائما أقل من العدد المطلوب لمتابعة النتائج كمساحة لنشر النقد. بالظبط. طيب ده فكرة عشان نشكل بس الخريطة، يعني إزاحة النقد تمت بعوامل معينة. هل السطوة اللي خدها المبدع على حساب الناقد أضرت المنتج الإبداعي في مصر؟ يعني على طريق كده إيه السينما والبتاع، إنه يبقى الإيه نجم العمل ده هو المتحكم فيه، سطوة المؤلف اللي هو خدها من الناقد أضرت ولا فادت؟ متهيألي ملهاش علاقة بسؤال الضرر والإفادة بقدر ما ليها علاقة ب إنه بقى في تحمل لمسؤولية أكبر يعني عند عدد من المبدعين اللي هم مهتمين فعلا. يعني في المقابل طبعا في عدد من اللي بيمارسوا الابداع، ومن العدد من اللي بينشروا، وطبعا وسائل الاتصال دي حلت مشكلات كتيره خاصه بالنشر، ولكنها هتخضع لعمليه زي الانتخاب الطبيعي، يعني عشان نعرف ايه اللي ممكن يبقى منها وايه اللي ممكن يتوارى او يندثر، البقاء الاصلح يعني. لكن المسؤولية اللي ألقيت على عاتق المبدعين بهم نفسهم يتحولوا لقراء لأعمالهم، ويتحولوا لنقاد يعني لأعمالهم، هي مسؤولية أكبر. يعني أنا مش عارف، مش متأكد هل هي ليها علاقة بسلطة المبدع ولا أو بإزاحة الناقد ولا لا، لكن هي مؤكد أن هي ليها علاقة بالمسؤولية. لكن مش داخله في مساحه الضرر او الفايده، يعني ما نقدرش نحسبها في مساحه من الضرر مرتبطه بتراجع النقد بشكل عام. يعني لكن فيما يخص حساب المساحه دي بالنسبه للمبدع، المبدعين عبر التاريخ زي ما حضرتك عارف هم بيبدعوا، يعني بغض النظر عن ان في متابعه نقديه ليهم او لا، وفي تجارب كتير من المبدعين بعضها بيهتم بما يكتب عنه لكنه لا يتوجه أو لا يسير في اتجاه بعينه تأسيسا على ما يكتب عنه.